وللتعليق على المأساة التي يعيشها أهالي الموصل بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المحافظة، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط المدني فارس عز الدين. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك، حياتي لك. سيد فارس، ما هي تفاصيل غرق العديد من أحياء مدينة الموصل بسبب الأمطار والفيضانات باعتبارك على تواصل مع الأهالي في الموصل؟ نعم، بالبداية تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. الذي جرى اليوم في مدينة الموصل وباقي مدن العراق هو تكملة لمسلسل الفشل الذريع في مجال الخدمات وبناء البنى التحتية، رغم كل الموازنات التجاريه التي صرفت. هناك احياء كثيره غرقت بالكامل، وخسائر كبيره بالممتلكات. المواطنين الذين خسروا كل شيء، يعني كثير مواطنين خسروا كثير من ممتلكاتهم، وهم اغلب هذه الاحياء هم احياء فقيره. المواطن لا يعني يعيش تحت خط الفقر. هناك احياء كثيره تقريبا دخلت المياه الى بيوتهم. فاللي جرى هو اليوم هو تكمل مسلسل الفشل الذريع في مسلسل الخدمات وبناء البنى التحتيه. نعم. مع تفاقم هذه الاوضاع الانسانيه الصعبه في محافظه الموصل وانهيار البنى التحتيه فيها، يتساءل كثيرون عن مصير اموال اعاده اعمار مدينه الموصل. كل المواطنين الذين يعيشون في الموصل باقي مدن العراق يعرفون ان هذه الموازنات التي قدمت مئات المليارات الدولارات من 2003 لحد يومنا هذا كلها ذهبت في جيوب الفاسدين وفي جهود السماسره في جيوب السماسره. البلد يعاني من اسوء حالات الخدمات والمرافق الصحيه. هناك بنى تحتيه مدمره بالكامل، كلها ذهبت نتيجة الفساد الإداري. مدينة الموصل تعاني أكثر مدن العراق لأنها عانت من عمليات تحريرها من داعش، وعلى أثر هناك أحياء كبيرة كانت مدمرة. نعم. والآن بدأوا يبنونها، لكن عديم بدون فائدة، لأن المدينة تعاني بدون أي بنى تحتية، لا بنى تحتية ولا مرافق صحيه ولا خدمات. الاموال التي صرفت على مدى هذه السنين كلها من 2003 ولا يومنا هذا كلها ذهبت في جيوب الفاسدين، ولا شيء ملموس. نعم. ينظر اليه المواطن. أسفرت هذه الفيضانات عن مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة، يأتي ذلك مع نداءات متواصلة للاستغاثة أطلقها الأهالي في مدينة الموصل. هل يمكن أن يجدوا ردا شافيا من الحكومة في بغداد؟ تجربتنا كمواطنين مع حكومة بغداد هي تجربة جدا سيئة. فحكومة بغداد لا تبالي بهموم المواطن ولا تبالي بما يعانيه المواطن. هناك مئات الضحايا ذهبوا يذهبون كل يوم بسبب سوء الخدمات وسوء البنى التحتية. فالمواطن لديه عدم ثقة في الحكومة في بغداد. نعم. إلى أي مدى تظن أن هذا الإهمال الحكومي في الموصل متعمد؟ وإلى أين تتجه الأوضاع في ظل معاناة الأهالي؟ يعني ملموس أنه هذا التقصير الحكومي متعمد. هناك آخر سنوات ميزانيات المدينة لم تصرف كلها، ظلت عالقة في بغداد في العاصمة. المدينه بحاجه الى بناء، الى عمران. نصفها او اكثر من نصفها هو مدينه مدمره نتيجه تحريرها من عمليات التحرير من داعش. المدينه بحاجه الى الكثير. رغم كل هذا، لكن الحكومه في بغداد لم تصرف الا جزء بسيط من الميزانيات في اخر السنوات الماضيه بعد عمليات التحرير. شكرا جزيلا لك الناشط المدني فارس عز الدين، كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن آخر الأوضاع في مدينة الموصل.